لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا ملاح، إن شاء الله تكونوا صفاء. موضوع اليوم تابع لمواضيع السابقة تيرمينولوجي. إن شاء الله تكونوا فهمتوا المواضيع اللي فاتوا وندخلوا في موضوع جديد. قبل ما تبدأوا كالعادة ما تنسوا الشير وبارطاج للقناة باش يوصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله. في الموضوع اللي فات حبسنا في لينيتي دي سونس لي بلو اوتيليزي، وحدات المعنى الاكثر استعمال. اليوم راح نشوفو بروفيكس جديد اللي هو ديز. ديز ديز بمعنى ديفيكولتي، معناتها صعوبة. راح نشوفو مثال ديزيري، اكزامبل ديزيري ديزيري. ما شفنا قبل راح نقسمو الكلمة الى اثنين، ديز وحدها يوري وحدها. ديز اللي هي صعوبة ديفيكولتي، يوري هي اليورين اللي هو البول. عاودو نجمع الكلمة، هي صعوبة التبول. كوم ديفينيسيون ديزيري هي difficulty à uriner à cause de l'extension d'un obstacle à l'évacuation des urines، اللي هي صعوبة في التبول وتكون بسبب وجود عائق في مجرى التبول. زيدو نشوفو البروفيكس الثاني تاكي. تاكي اللي هي سريعة متسارع. تاكي رابيد رابيد. واي مصطلح طبي يجي بعد تاكي معناتها حاجه متسارعه، كما شفنا مثال قبل تاكي كاردي معناتها القلب متسارع. تاكي اللي هي سريع، كاردي اللي هي كور القلب، تسارع القلب، تسارع نبضات القلب. كوم ديفينيسيون اكسيليراسيون دي باتمون دو كور او دي لا دو 90 بولساسيون بار مينوت، اللي هي تسارع ضربات القلب لاكثر من 90 نبضه في الدقيقه. كما شفنا قبل في المثال قلنا ضربات القلب راح تكون بين 60 حتى 90، اذا كانت اقل من 60 نقولوا برادي كاردي، اذا كانت اكثر من 90 راح تكون تاكي كاردي. نزيدو نفوتو البرفيكس واحد اخر اللي هو ليبر. ليبر بمعنى اوغمونطاسيون، اللي هي ارتفاع، معناتها حاجه راهي غير تزيد. كمثال ليبر غليسيمي، ليبر غليسيمي اكزامبل ليبر غليسيمي. نحاولوا نقسم الكلمه كما شفنا من قبل الى مراحل. المرحله الاولى ايبر اللي هي لوغمونطاسيون تزايد، غليك غليك اللي هي سكر اللي هي الجلوكوز بين قوسين السكر، ايمي شوف كما شفناها من قبل اللي هي لو سون اللي هي الدم. كوم ديفينيسيون ليبر غليسيمي c'est une augmentation anormale de la glycémie. Glycémie اللي هي taux de glucose dans le sang، اللي هو السكر المتواجد في الدم. ومنه الهايبرغليسيمي هي ارتفاع غير طبيعي لنسبة السكر في الدم. وقتها نقولوا بلي الانسان هذا عنده الهايبرغليسيمي، نقولوا السكر راه طالع. اكيد هذا الانسان راح يدير لي زاناليز سواء بلاباراي عنده في المنزل سواء في اللابو، راح ينحولوا كونتيتي تاع لو سون ويديروا ليها لي زاناليز. شرط هذا الانسان لازم يكون صايم اجن، بعد ما يدير تحاليل وتخرج الريزلتا يلقى لا غليسيمي اي دوسو دو 1.26 غرام بار لتر، معناتها فوق 1.26 غرام في اللتر اجن صائب. في هذه الحاله نقولوا ليبر غليسيمي، ارتفاع نسبه السكر في الدم. كما نعرفوا نسبه السكر الانسان طبيعي راح تكون تتراوح بين 0.75 تو نورمال دو لا غليسيمي 0.75 الى غايه 1.26 غرام بار لتر. تو نورمال دو لا غليسيمي اونتر 0.75 1.26 غرام بار لتر. اذا لقينا نسبه السكر في انترفال بين 0.75 1.26، مثال 0.80 0.90 غرام غرام فاصل واحد، هذه نسبه كامل انسان اجن تكون عادي. اذا كانت فوق 1.26 راح نقولوا ايبر غليسيمي، اذا كانت اقل من 0.75 نقولوا ايبو غليسيمي، انخفاض نسبة السكر في الدم. بعض الاحيان نعودوا التحاليل مرة واثنين باه نتأكدوا من النتيجة اكزاكت. راح ترجعوا القناة باراميديكال ديزاتوب تجدوا فيها بعض المواضيع المشابهة لهذه التحاليل. كملوا مع البروفيكس نفوتوا كلمة ايبو. ايبو اللي معناها ديمينيسيون، اللي معناها انخفاض، اللي هي انخفاض في اشياء. اكزامبل ايبو تونسيون ايبو تونسيون. شكون منا اللي ما يعرفش لا تونسيون؟ وكامل شفتوها من قبل في المواضيع السابقه بالنسبه للقناه.
كما الكلمة السابقة نحاول نقسمها إلى اثنين، إيبو اللي هي ديمينيسيون انخفاض، تونسيون اللي هي ضغط الدم لا تونسيون أرتيريال، ضغط الدم الشرياني لا تونسيون أرتيريال. نحاول نختصر لكم ضغط الدم الشرياني باش تفهموها مليح. ببساطة إذا كان ذكرنا الدم معناتها رانا نحكو على وظيفة القلب. القلب هو العضلة اللي راح تضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم. كما نعرفو الدورة القلبية فيها مرحلتان، فيها تقلص وفيها استرخاء، انقباض وانبساط. بالنسبة للمرحلة الأولى مرحلة انقباض القلب اللي راح يتم فيها ضخ الدم عبر الأوعية الدموية، وهذا الدم يضخ عبر أكبر شريان في الجسم اللي هو الشريان الأبر الأورط، ومنه عبر كافة شرايين الجسم. معناتها القلب راح يضخنا الدم عبر الشريان الأبهر الأورط ومنه نحو كافة شرايين الجسم. بعد ما يدخل الدم إلى الشرايين راح يضغط على الجدران بقوة معينة، وهو اللي نعرفوه بضغط الدم لا تونسيون أرتيريال ولا لابريسيون أرتيريال. بالتحديد هو ضغط الدم الانقباضي لا تونسيون أرتيريال سيستوليك، سموه الانقباضي لخاطر القلب راح يكون في مرحلة انقباض سيستول. الحالة الطبيعية تكون قيمة الضغط الانقباضي سيستوليك هي 12 مليمتر سيباقي. بعد مرحلة سيستوليك سيستول القلب راح يولي في حالة انبساط، ولا مرحلة الاسترخاء هي اللي راح تخلي الدم يدخل للقلب. في هذه الحالة استرخاء القلب راح يتم سحب الدم فيقل الضغط في الشرايين. الحالة الطبيعية راح تكون قيمة الضغط الانبساطي 8 مليمتر زئبقي. يسمى ضغط الدم في حالة انبساط القلب ب التونسيو ارتيريال دياستوليك، الضغط الانبساطي. شفنا قبل في حالة انقباض القلب قلنا سيستوليك، في حالة انبساط القلب قلنا دياستوليك. هذو زوج حوايج اللي شفناهم في القلب بالنسبة للتونسيو ارتيريال. راح ترجعوا في المواضيع السابقة تجدوا طريقة قياس ضغط الدم في البراتيك. وهنا كي نهزوا لاتونسيون راح نلقوها 12-8 اللي هي 120-80، نقراوها على شكل كسر. 120 هي ضغط الدم العادي الانقباضي سيستوليك، و80 هي ضغط الدم منخفض انبساطي اللي هي ديستوليك. في القناة باراميديكال ديزاتوب حاولوا انكم ترجعوا للدروس السابقة، راح ترجعوا تلقوا الدرس كومبلي لاتونسيون ارتيريال بالشرح المفصل. كتعريف بالنسبة لبوتونسيون هي ديمينيسيون دو لاتونسيون ارتيريال او دوسو دو 16 ملي مركور، هي انخفاض ضغط الدم الشرياني لأقل من 10/6 ملي متر زئبقي. صار نهاية الموضوع، ان شاء الله يكون عجبكم، انتظرونا في المواضيع القادمة ان شاء الله. أكيد قناتكم باراميديكال ديزاتوب دائما فيها جديد ودائما متجددة إن شاء الله. أي أسئلة أو أي مواضيع خلوهمنا في التعليقات ونحاولوا نجاوبكم في أقرب وقت ممكن. تهلاو لفروعكم، سلام.